حسنا سيدات والسادة، مرحبا بكم مرة ثانية في الجزء الثاني من مناقشتنا هذا اليوم. نحن سعداء للغاية أن يكون معنا عضوين من مجلس النواب العراقي وزميلي سارهانغ حماسيد، هو محاور هذا اللقاء وسيعرفنا بعضوي مجلس النواب العراقي. والشيء المختلف عن الجلسة السابقة أن الأسئلة ستطرح بشكل مباشر بدلا من أن السادة الحضور يكتبونها على ورقة، وبالتالي عندما يأتي الوقت المخصص لطرح الأسئلة فزميلي سارهانغ سيطلب من السادة الحضور إلقاء الأسئلة باستعمال المايك الموجود في كلا جانبي القاعة، ونتطلع إلى هذه المناقشة. والآن الكلمة معك. شكرا شكرا لحضوركم. عندنا عضوين متميزين من مجلس النواب العراقي، أحدهما السيد عزت الشباندر، هو عضو مستقل في مجلس النواب من بغداد، وهو أيضا تولى ولايتين في البرلمان، وفي الولاية الأولى كان عضو في لجنة مكافحة البعثيين، وفي الولاية الثانية كان عضو في الشؤون الأعضاء. وعندنا أيضا السيدة ندى الجبوري، قامت لها ولايتين منذ عام 2005 إلى 2010، ثم أعيد انتخابها في 2010 مرة ثانية، وهي طبيبة وعضوة أيضا في لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب، وهي أيضا تعمل مع إحدى المنظمات أو مسؤولة عن إحدى المنظمات الوطنية. نحن هنا نناقش موضوع مهم جدا والذي تطرقنا إليه من خلال دولة نائب رئيس الوزراء، وسأحاول أن أطرحكم أو أتعرف على وجهة نظركم من خلال أيضا وجهة نظر مجلس النواب العراقي الذي يمثل بالتالي الشعب العراقي، وكيف يقومون بتطبيق مبدأ التدقيق والموازنة. وحاليا وما يحدث في أنبار والقضية الأمنية في العراق هي قضية مهمة على الصعيد العراقي، فسؤالي عليكم سؤالي لكم ما هو تقييمكما لما يحدث؟ لماذا لدينا هذا الأمن، الوضع الأمني الصعب، وهذا الانتفاضة للقاعدة؟ نبدأ بالدكتورة ندى بالإجابة على هذا السؤال. الحضور والاهتمام بالشأن العراقي، حقيقة الموضوع جدا مهم، موضوع تصاعد الإرهاب بالعراق وتداعياته. أنا أقول أنه ليس في الأنبار. عام 2003 كان عام حافل، إذا نعود إلى الأرقام التي أعطيت عن عدد القتلى كل شهر بالتفجيرات الإرهابية، العراق ترك بدون استقرار أمني، والجيش لم يبنى بالطريقة التي يستطيع أن يواجه بها التداعيات. كذلك بعد الانسحاب الأمريكي المعلومة الاستخبارية كانت ضعيفة. في نفس الوقت نجد الصراع السياسي قد أخر من الكثير من الأمور، وكذلك الصراعات السياسية داخل مجلس النواب العراقي من أن مرور قوانين تصب في مصلحة المصالحة الوطنية، تعطي طمأنة للمواطن العراقي بأنه ما هو قادم. كان الموضوع ضبابي للمواطن العراقي، ما هو قادم بعد الانسحاب، ماذا سيحصل؟ وبالنتيجة كل هذا المناخ أثر على أنه هذه المجامع الإرهابية قد تجد لها أماكن حاضنات وتصاعد العنف. كذلك الحدود المفتوحة، ما حصل في الملف السوري وتداعيات الوضع أدى إلى أن تفاقم الوضع بهذه الطريقة. لكن أنا دائما هناك موضوع آخر أريد أن أشير إليه.
وهو أنت ذكرت القاعدة فقط أنه ماذا حصل حتى يتصاعد العنف، لكن هناك موضوع آخر وهو الرفض الشعبي للكثير من المواضيع التي مرت بهذه السنوات. هذا ليس له علاقة بالقاعدة، ولكن هناك رفض في أكثر من منطقة من العراق للكثير من القوانين، الكثير من الأمور، الكثير من البوليسي اللي ماشية في البلد. موازي إلها يكون أنه تأخر عجلة التنمية الاقتصادية، مما أثر بشكل كبير على المجتمع العراقي. الأصوات الطائفية اللي تتصاعد يعني هنا وهناك أيضا أثرت على لحمة المجتمع العراقي. I'll come back to the question of what others. سأعود مرة ثانية إلى ما هي الدوافع الأخرى أو ما يدفع للإرهاب والعنف، ولكن قبل هذا أود أن أطرح سؤال على السيد شاباندر عن وجهة نظره عن فيما يتعلق بهذه الانتفاضة للقاعدة في العراق. الفرصة القيمة، وشكرا لكل من يستمع ويشارك ويسأل. تسمح لي بدقيقتين للتعليق على موضوع الطائفية قبل الإجابة عن هذا السؤال. في الحقيقة الطائفية مشكلة المشاكل الآن في العراق، ولكنها طارئة ليست أصيلة. الاستمرار في عدم معالجتها قد يجعل منها هي الحقيقة في العراق. كيف دخلت الطائفية العراق؟ لها قصة لابد أن نتعرف عليها. الحركات الإسلامية الشيعية والسنية التي كانت تحلم وهي خارج العراق أن تدخل إلى العراق بعد سقوط صدام وتقيم مشروع الدولة الإسلامية فشلت. حينما وصلت إلى العراق وجدت أن إقامة دولة إسلامية أمر غير واقعي، فصارت هي أمام خيارات عديدة. إما أن تطرح مشروعا وطنيا بديلا عن المشروع الإسلامي اللي هو إقامة دولة إسلامية، وهذا غير ممكن. هم القادة الإسلاميين أو قيادات الحركات الإسلامية لا تستطيع في ليلة وضحاها أن تعمل على إقامة مشروع وطني، وهي كانت تحرم مصطلحات الوطنية قبل 2003. الديمقراطية كانت حرام، الوطنية حرام، القومية حرام. فقادة مثل من هالنوع عقود من الزمن هم يتربون على تحريم أدبيات المشروع الوطني لا يستطيعوا أن يقيموا مشروعا وطنيا. فشلوا في إقامة المشروع الإسلامي، كان أمامهم خيار واحد هو الطائفية. عادوا إلى الوراء، قادة المشروع الإسلامي السني أصبحوا حماة السنة، واضطروا لإخافة السنة من الشيعة، وهو كذب، الشيعة لا يريدون أن يقتلون السنة. وقادة المشروع الإسلامي الشيعي تراجعوا أيضا وأصبحوا شيعة طائفيين، وثقفوا الشيعة وخوفوهم من السنة أيضا حتى يكونوا هم المدافعين، الأمراء الذين يدافعون عن حقوق السنة وأمراء يدافعون عن حقوق الشيعة. فصار وظيفة القيادي الإسلامي السني والشيعي هو أن يخيف مجتمع من الآخر، فشاعت ثقافة الخوف حتى أصبحت وللأسف حقيقة. هذا الموضوع الداخلي التقى مع مشروع إقليمي يعتمد الطائفية كأداة لإرباك المنطقة، التقى وتزاوج معا، وأصبحت الطائفية مشكلة حقيقية في العراق، ولكننا سنتجاوزها لأنه الشعب العراقي مطائفي. الإسلام، حقيقة الإسلام لا توجد في طائفية، توجد حرية في فهم الإسلام، توجد، وهذا ثروة في الحقيقة. حينما الإسلام يتيح للمسلمين أن يختاروا أي مدرسة في فهم الإسلام، يتيح لهم ذلك، لا يقول لهم تقاتلوا، لا يقول لهم تحاربوا. الآن الطائفي هو القاعدة وما تفرخه القاعدة من وجودات عنف تعادي الحياة، لا تعادي الشيعة فقط، والمتطرفين من والمرتزقة من الشيعة أيضا الذين ألفوا ميليشيات القتل والانتقام. أما
أؤكد لكم أنه لا يوجد سياسي واحد من الذين طرحوا أنفسهم قادة طائفيين هو طائفي، هو يريد أن يختبئ وراء طائفته لإحراج المنافس السياسي الآخر لتحقيق مصالح تخصه. أنا راقبت كثير من القادة الذين يدعون أنهم سنة حينما يستلم كافة حقوقه وما يريد هو لشخصه أو لحزبه لم يعد طائفيا، حينما يطالب بأشياء لا تعطى إياه يعود طائفيا ويحرك طائفته السنية أو الشيعية. شكرا لك. نأتي للسؤال إذا ممكن تعيد علي السؤال الأصلي. Why is Al-Qaeda is resurging? لماذا القاعدة تظهر؟ ما هو أسباب انتفاضة القاعدة في العراق الآن؟ الانتفاضة للقاعدة في العراق، تقديري ومتابعتي للقاعدة وأصولها الفكرية وأصولها التاريخية، بالنسبة لها القاعدة هدف، الشام مرور، يعني ساحة مرور إلى العراق، وما تفعله في اليمن أو في ليبيا هي معسكرات تدريب، لكن النهاية الهدف هو العراق. ولذلك أنا أقدر أن المعركة القادمة بين القاعدة والعراق راح تستقطب كل فلول القاعدة في مختلف بلدان العالم. من الشيشان ستأتي القاعدة، ومن اليمن، ومن ليبيا، ومن تونس، ومن سوريا أيضا، لأنهم سيخوضون معركة المصير. Why in Iraq? العراق مسألة تاريخية في الحقيقة، هي منذ تأسيس الفكر الوهابي اللي هو امتداد لفكر ابن تيمية، اللي هو امتداد لمعركة حقيقية اسمها معركة الخوارج، هاي لها أصول تاريخية مديدة. العراق هو الأنتي لهذا الفكر. نعم. Okay, so getting back to what Dr. Nada was about to. بالعودة مرة ثانية لما ذكرته الدكتور ندى، هو مصادر أخرى للعنف في العراق والاختلافات أو الانقسامات السياسية ما بين السياسيين وعدم وجود القدرات فيما بين القوات الأمنية، هل تعتقدون أن هذا الانقسام والاختلاف السياسي هل يغذي العنف أو يعيق تنمية المؤسسات العراقية التي بالتالي يمكن أن تتخطى العنف الموجود في البلاد؟ هو موضوع العنف والطائفية والفساد، أنا أعتقد هذه الأمور تترابط يعني هناك مع بعضها، تزامنت هذه المواضيع الثلاثة في العراق وأمست المؤسسات بشكل مباشر على أداء دورها، لا أقول مؤسسة واحدة لكن أكثر من مؤسسة، مما أدى الشعور المواطن اللي أنا وصفته بعدم الرضا، وهو ليس عدم الرضا باتجاه واحد، باتجاه سياسي واحد، وإنما باتجاه عام، وهذا جدا يعني موضوع جدا مهم وخطر في هذه المرحلة. ما يجري الآن يعني على مدى برلمانيين، الكتل السياسية التي مؤتلفة داخل مجلس النواب قامت بأدوار كثيرة ولعبت دور جدا مهم. أنا أعتقد هاي المجلسين اللي مرت هي من أهم المجالس التي قد تمر في تاريخ العراق الحديث الديمقراطي، لأنها أسست في زمن جدا صعب لا أحد ينكر هذا، لكن في نفس الوقت الخلافات السياسية داخلها والصراع السياسي كما ذكرت أنه أخر من أن تكون هناك الكثير من الاستقرار. أنت قد تكون بعض من الفئات السياسية، أنا أقول بعض، والتي مرت خلال هذه السنوات بالمجالس المنتخبة قد يكون لها شيء مباشر مع العنف، لكن هي لا تمثل جزء كبير، لكن الخطاب السياسي الذي يخرج من السياسيين من مجلس النواب هو من يلعب دور يجر الشارع إلى عنف. الخطاب السياسي جدا مهم، نوع الخطاب،
نوع الرسالة الذي توجه ممكن أن تحرك الشارع باتجاه معين قد يؤدي إلى أن يزيد العنف. طبعاً المجاميع الإرهابية تستغل هذه المناسبات دائماً عندما يكون هناك خطاب سياسي متشنج، فتخرج هذه المجاميع لتقوم بعمليات إرهابية في كل مكان، يعني حتى في العاصمة العمليات تزايدت بشكل كبير. الموصل، يعني احنا نركز على الأنبار، الموصل تعاني بشدة. مقتل الإعلاميين والصحفيين بالموصل عام 2012 يعني كان شيء رهيب، ما أعتقد أنه تكرر في أي مكان من العالم. فبالتالي هذا هو الكتل السياسية قد تلعب دور غير مباشر بخطابها السياسي بأن يتزايد العنف بالشارع. لذلك كان الخطاب المعتدل، الخطاب العقلاني، وكانت هدف المصالحة الوطنية الكبيرة الذي نسعى إلى أن لا تكون هناك خلافات كبيرة عميقة بين الكتل السياسية، وخاصة بعد الانسحاب الكل هو جاء منتخب والكل يتكلم بخطاب وطني. بالتالي أنا أعتقد المصالحة الوطنية إذا تمت بشكل واضح وشفاف تعطي طمأنة للناس في هذه المرحلة التي هي جدا مهمة، مرحلة بها انتخابات قريبة تتزامن مع مكافحة الإرهاب. Mr. Shebander, I want to get your take on this question. أود أيضا أعرف أن سمعت أنك كنت جزء، أنك تقوم بمفاوضات أيضا فيما يتعلق برئيس الوزراء وكتلته، وفي العام الماضي وخلال هذه الأزمة الموجودة في العراق حدث تصعيد، ونسمع من المواطنين العراقيين والمجتمع العراقي وشركاء أن نوع القضايا أو المسائل التي طرحتها دكتورة ندى مثلا، هل فيما يتعلق بهذا الشعور بالرضا حتى مستوى ما بين المواطنين، فالسؤال الذي يطرح نفسه للسياسيين الذين منخرطين في البرلمان والمؤسسات، لماذا لا يتطرقون لهذا الموضوع وهذه القضايا، وإلى أي مدى يعني نتبع سياسة ما يسمى بالمناقشات خلف الأبواب؟ الحقيقة دوري في موضوع مد جسور تفاهم وتصالح بين الحكومة العراقية وبين من ينافسها وهو داخل الحكومة. نعم، طبعا هذه مشكلة أيضا، أحيانا أنت تحتار في تشخيص هذا الشخصية هو جزء من الحكومة أو جزء من المعارضة. هذه خطيئة ارتكبها الفهم العقيم للديمقراطية عندنا في العراق. ما سوت لنا معارضة، كلهم يحكمون وجلهم يتحولون معارضة عند المسؤولية، وكلهم في الحكومة في الامتياز. طبعا هذه مسألة مهمة جدا، ولكن التواصل بين أطراف الحكم هو كان جزء من رسالتي وفهمي، لأن هذا العراق لا يمكن أن يبقى عراقا واحدا موحدا دون أن نتواصل. من 2010 في بداية الولاية الثانية للسيد المالكي كان هناك حوار يعني كبير و قاسي مع الأخوة في الجانب الآخر، ولكن خلف الكواليس، ونحن نضطر لأن يكون هو خلف الأبواب المغلقة. وفعلا انتهى ذلك إلى نتيجة أن حكومة المالكي تكون محل رضا عند الطرف الآخر، وأقول الطرف السني، بدرجة لا تقل عن أطراف الشيعية. فجاء المالكي الولاية الثانية وهو محل رضا للأطراف السنية والشيعية على حد سواء. لابد ونعترف أن الأطراف الشيعية قد
أرغمت بشكل أو آخر للقبول بالمالكي، ولكن الأطراف السنية قبلته على شروط ووفق اتفاق معين. والأخ صالح المطلق هذا الرجل الذي دائما كان يؤجل ويرحل مشاكله هو كقيادي مع الحكومة العراقية، ويمد جسور التواصل مع الحكومة، وإن كانت النتيجة أن يخسر في بيئته الكثير، كنت أنا معه باستمرار، حتى في بعض الأحيان يضطر هو للخروج بمؤتمر صحفي قاسي ضد المالكي، وأنا أقف معه على المنصة في مؤتمره الصحفي وأسانده، وأنا من كتلة المالكي. هذه الجهود في الحقيقة أبقت النظام بطريقة أو أخرى متماسك، ولا أبالغ إذا قلت بدون هذه الجهود لم تقوم الحكومة هذه منذ 2010، ولا يمكن أن أتكهن بطبيعة النتائج. المشكلة إذا نريد نحط عناوينها الحقيقية، الحكومة العراقية الحالية فشلت في تحقيق الثقة مع الطرف الآخر، فشلت، ولذلك هذا الطرف الآخر تحول جراء كثير من حملات التعسف والاعتقال العشوائي وعدم التمييز، تحول مجبرا لأن يكون حاضنا للإرهاب والتعامل الخاطئ مع الطرف الآخر، مع مجتمع الطرف الآخر، هو أمد جماعات الإرهاب برصيد اجتماعي يتحرك خلاله بحرية، ويستطيع أن يختبئ في هذا المجتمع. وعتبي على قادة الطرف الآخر، القادة السنة أيضا هم لم يستطيعوا أن يميزوا أنفسهم عن جماعات الإرهاب، أحيانا يستعينون بها، بل أحيانا لا تستطيع أن تميز هذا الخطاب هل هو خطاب يدافع عن القاعدة أو يدافع عن السنة. بصراحة اختلطت الأمور، وهذا يعقد الحل. أود التأكيد أن ما يسمى بالتهميش والإقصاء والظلم، صدقوني لا وجود له. أريد أن أطرح هذا على طاولة نظيفة، وين الظلم؟ هناك ثروة للعراق، هل أن الجزء المخصص من المال للرمادي هو أقل من الجزء المخصص من المال للنجف؟ لا يوجد. ما تستحقه الرمادي وهو على عدد نفوس الرمادي يجي التخصيص المالي من الموازنة السنوية كاملا، ويطلب من الحكومة المحلية في الرمادي أو في صلاح الدين أن تصرف هذه المبالغ بحرية كاملة، كما يطلب من حكومة منتخبة في البصرة أن تصرف التخصيص لها بحرية كاملة ودون أن تتدخل الحكومة المركزية. هذه الثروة هي تتوزع بعدالة على السني والشيعي والكردي والعربي، هذا واحد. هل يوجد منصب أقره الدستور للسنة لم يأخذه السنة؟ لا يوجد. في رئاسة الجمهورية، في النيابة لرئاسة الوزراء، في عدد الوزراء اللي تستحق القائمة الوطنية العراقية اللي جابت 90 أو 91 نائب، كلهم تمتعوا بحقائبهم. لا يوجد وزير سني واحد اليوم يقول أن المالكي تدخل في شؤوني وأعاق عملي، بل أنا مستمع لشهادات كثيرة حتى من رافع العيساوي اللي هو مشكلة الآن، يقول لقد تعامل معي المالكي بنبل ولم يتدخل في شؤوني. محمد تميم وزير التربية سني، لم أسمع منه يوما أن يقول أنه رئيس الوزراء الشيعي تدخل في شأني. لا يوجد إقصاء، لا يوجد تهميش، والتقصير والقصور والفساد وسوء الإدارة الموجود في الرمادي وفي صلاح الدين نفسه موجود في البصرة وبالنجف وكربلاء، صدقني. الخدمات، نقص الخدمات الموجود في المحافظات السنية قد يكون موجود أكثر منه في المحافظات الشيعية.
فالمشكلة ليست هذه، المشكلة هو صراع هؤلاء القادة على السلطة. Okay. Well, I have a lots of follow-up questions on that, but I want to give the audience the الأسئلة أريد أن أطرحها عليكم وسأحاول طرحها. الميكروفون حاليا، ارفع يدك لو سمحت، لو تريد أن تطرح سؤال اذكر اسمك والمؤسسة التي تعمل فيها. اسمي نزار الجنابي، سؤالي للسيد شابندر. من المعتاد أنه عندما يغير السياسي انتمائه الحزبي لأحد السببين، إما لأن السياسي يشعر بأن الحزب تخلى عن فكريته أو ابتعد أو نأى عن أيديولوجيته، أو بالعكس هو نفسه نأى عن أيديولوجية الحزب. نحن لاحظنا أنك تركت قائمة رئيس الوزراء المالكي، وكنت أتساءل عن السبب. هل لأن أيديولوجيتها اختلفت عن أيديولوجيتهم أم العكس؟ ولو يمكن لك أن تعرفنا عن الأسباب لفعل ذلك. أجبت على هذا السؤال في كل وسائل الإعلام، لأن كان لهم مفاجئ أنه شابندر يترك ائتلاف دولة القانون، على الرغم من أن الأخ المالكي شرفني أنه أعطاني مقعده في مجلس النواب. ولكن في العام الرابع من وجودي في ائتلاف دولة القانون شعرت أن هناك تراجع عن الخطاب الوطني، عن الموقف الوطني، وبلغ هذا التراجع أوجهه في الستة أشهر الأخيرة، بحيث المتابع يرى أن الأخ المالكي تخلى في كثير من الأحيان عن مواقف هي استمرار للمواقف السابقة، وتخلى عن تصريحاتي اللي هي استمرار عن للتصريحات التصالحية السابقة. ووصلت إلى درجة أقول يعني أصبح خطابي وموقفي عبئا على ائتلاف دولة القانون، ووصفت الائتلاف بشكل واضح أنه بدأ وطنيا وأراه يعود طائفيا. الأسباب كانت انتخابية في الحقيقة، المالكي ليس طائفيا، ولكنه وجد في هذه البيئة المشبعة بالطائفيات، التثقيف الطائفي والضخ الطائفي، أن الخطاب الوطني بدأ يعني يجعله أصواته تنحسر في بيئته الشيعية، ولذلك اضطر لأن يعدل خطابه من خطاب وطني إلى خطاب شيعي بالدرجة الأولى. أنا لا أستطيع أن أتوافق معه بهذا الخف، إما أنسجم معه في هذا التراجع أو أترك له حريته في هذا الخطاب وهذا الموقف، وأستمر بحريتي في هذا الخطاب وهذا الموقف. Okay. We have a question there. اسمي محمد هانن، عندي تعليقين. كلاكما أشار أو نوه إلى الاختلافات بين السياسيين، سواء في المجلس الوطني أو في الحكومة. وسؤالي لكما، والكل يقول أنه يلوم الآخر للأغلاط، يعني لأي غلط لا يلوم نفسه. السؤال هل أنه عندنا السياسيون الخطأ تم اختيارهم وهو سبب ما يحدث في العراق؟ والخطاب الحكومة أننا
نحارب الإرهابيين ونحاول تنظيف الإقليم والبلد منهم. والطرف الآخر يقول لا، لا نريد لكم أن تكونوا في هذه المدن، ونريد للملك أن يخرج من هذه المدن. ووصفوا الجيش العراقي بأنه جيش طائفي وليس وطني. فالسؤال هنا، هل هم يدعون للفصل أو الانفصال عن الحكومة، ينأون بأنفسهم عن الحكومة، وهل هذا ما يحصل فعلا؟ يعني السؤالين، السؤال الأول قد ما فهمت أنه هل هم منتخبون؟ نعم منتخبون أكيد، كتل سياسية. هل هم سياسون خطأ؟ ما منتخبون، وكما تعلمون الانتخابات 2010 صح أنه الانتخابات 2005 كانت قائمة مغلقة. بس خلاص نعم. السؤال هو طعم منتخبون على عين وعلى رأس، بس السؤال هو هل الناس منتخبت الناس صحيحة؟ Yes, I understand what you said. I fully understand. انتخبوا الناس الصح بال 2010، نتكلم عن 2010، لكن هذول الناس عبر أربع سنوات، يعني they should deliver things، لازم يعطون شيء، لما ما قدروا يعطون شيء، هذا هو اللي أريد أشير إليه، هذا هو هنا الخلاف. كوني أنا في لجان سياسية تعمل على هذا الموضوع في كتلتي السياسية مع الدكتور صالح المطلق في اللجنة الخماسية التي أقرت أصلاً لحل هذا الموضوع الذي يمس التشريعات. ما هي مطالب ناخبك؟ إذا أنت غير قادر على أن تعطي المطالب مالته البيزك بها بهذه المطالب، أنت إذن لم تقدم شيء، وبالتالي تحصل هذه الجاب بينك وبين الناخب، وهذا هو جزء من الخلاف. هذه المناطق، العراق هناك مساواة، الدستور يساوي بين الجميع، الحكومة في كل الوزارات تساوي بين الجميع، ما عندنا شك أنه هناك نقص. كل هذه الأمور يعني لا تفرق بين البصرة عن النجف عن الأنبار، هناك شيء واحد فقط وهو طريقة مكافحة الإرهاب، التدابير والاستراتيجيات التي اتخذت مست المناطق في كرامتها بطريقتين. الوجه الأول أنه هذه المناطق يعصف بها الإرهاب، معنفة، هناك إرهاب، لا أحد ينكر أنه هناك إرهاب، هناك إرهابيون، ولا يختلف اثنان بأنهم مجرمون وخارجين عن أي دين بالعالم. الإرهاب ليس له لا هوية ولا دين، لكن في نفس الوقت هذه المناطق تضرب من الإرهاب مرة ويعتقل أبنائها مرة ثانية لكون الإرهابيين موجودين في هذه المناطق. قد تكون لهم حاضنات، قد يكون لهم أكسس عبر الحدود السورية، لكن بالنتيجة من يدفع الثمن؟ يدفع المواطن العراقي والعائلة العراقية. أنا أتكلم لأن عملت لمدة 9 سنوات في المنظمة وأقابل الناس وأشوف معاناتهم اليومية. عندما تريد أن تلتقط 5 إرهابيين وتقوم باعتقال أضعاف هذا العدد، عندما يخرجون من المعتقل سيشعرون بالإحباط من السياسي اللي انتخبوه الذي لم يستطيع أن يحميهم من هذه العملية، وهي عملية إحدى التدابير في مكافحة الإرهاب، هو الاعتقال والتحقيق والمحكمة التي قد تبري لأنه مجرد كان موجود في تلك المناطق. هذا واحد، وهذا الموضوع يمس الكرامة، يمس القوت اليومي للعائلة. الموضوع الثاني هو تعديل القوانين والتشريعات، والقانون الكبير هو قانون المساءلة والعدالة الذي أيضا يمس هذه المناطق. بعد مرور 10 سنوات هناك إجراءات قانونية وليست غير قانونية، المفروض انتهى، يعني هذا القانون ينتهي ويعيش الناس بطريقة طبيعية، لأن هناك أولاد، يعني 10 سنوات هناك عوائل خلف المشمولين بهذا القانون، عليهم أن يأخذون حقوقهم من التقاعد، من العمل، من قد يستطيعون أن يعملون في وزارات أخرى، يندمجون في المجتمع بشكل آخر بعد 10 سنوات. وهذا أيضا ما فشلنا في تمريره،
رغم أنه مجلس الوزراء صوت على تعديل هذا القانون، لكن مجلس النواب الخلاف السياسي حصل داخل مجلس النواب ولم يمرر. هذه ما يمس هذه المناطق: ديالة، كركوك، الموصل، الأنبار، صلاح الدين، أجزاء بغداد. مرور 4 سنوات جعلت هذا الغاء الفجوة التي جعلتك تسأل هل هو انتخب صح أو غلط. هذا جانب. الجانب الآخر وهو أنه يبدو أنه العراق مر بتجربة مريرة مع الأحزاب التي بعض الأحزاب التي لها تطرف ديني. أكيد هو هذا، أنا أعتقد أنه مرشح أو ممثل لا يخدم المجتمع العراقي، لكون المجتمع العراقي كبير به مختلف الطوائف، مختلف الأديان، مختلف الوجوه. أنا أعتقد أنه المشروع الوطني هو المشروع الوحيد الذي يستطيع أن يمثل الشعب العراقي ويأخذ به إلى بر الأمان. هذا سبب آخر أيضا. لذلك عكست لك صورة أنه هو شخص غير مناسب للتمثيل. وأكيد الانتخابات بها درجة من عدم النزاهة، هذا موجود، لكن هي انتخابات، انتخب الشعب وطلع بأصوات كبيرة، وهذا اللي صار عبر 4 سنوات. الآن يعني لا نتباكى على الماضي، انتخابات قريبة. نريد أنا والأستاذ عزت الشابندر أن نقوم بدور بأن لا نعيد الأخطاء. نقول للمواطن العراقي لا تنتخب طائفي ولا تنتخب من يعطي المال ولا تنتخب، وننقل صوتنا عالي في هنا عندكم وفي غير أماكن الإعلام يلعب دور كبير في هذا الموضوع، أن تكون انتخابات بها النزاهة وأن يعرف المواطن العراقي أين من ينتخب وأين يذهب من أجل استقرار وتغيير كثير من التدابير. لكن أنا أركز أنه الآن أيضا أعود إلى أنه تعديل التشريعات شيء جدا مهم، فتح صفحة كبيرة من العفو العام. أنت لا تستطيع أن تعاقب مجتمع به إرهاب، تعاقب كل يعني تعاقب الكثير من شباب المجتمع أو رجاله على هذا الموضوع بأن تدخن بهم السجون ولا حل. هناك حل كبير وهو حل مجتمعي، تدابير مجتمعية يشترك بها الجميع: المجتمع المدني، المؤسسات الحكومية، الوزارات، الوزراء، رئيس الوزراء. لعبوا الكثير دور أن يصلون إلى هذه النتيجة، لكنها لم تكن بشكل كامل، تحتاج إلى المزيد. شكرا، آسف الإطالة. Actually, you've raised an important. I want to ask. أود أن أطرح نفس السؤال السيد عزت، إذا كان له رؤية مختلفة، وإلا يمكن أن ننتقل إلى نقطة أخرى. هل موضوع المساءلة والعدالة أيضا، والذي ذكرت عدة مرات وهنا إحدى المشاكل الأساسية في العراق، وخاصة فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، هل هناك إرادة سياسية الآن في العراق أو في المستقبل القريب لإنهاء هذا القانون أو تغييره؟ وخاصة هل يعني هذا الموضوع أثير، وهل هناك إرادة سياسية لتحقيق هذا؟ سؤال الأخ وأروح للمسألة والعدالة. الانتخابات في الحقيقة ب 2005 و2010 كانت طائفية بامتياز، والناخب ما كان يدور على الكفو والنزيه القادر على أن يعطي الحياة اللي يستحقها. هو مثقف كان يريد يجيب الشيعي اللي يسب السنة أكثر، ويجيب السني اللي يسب الشيعة أكثر. هذول فازوا وأخذوا الأصوات. ولكن ب 2005-2010 السني شاف نفسه ما تغيرت حياته نحو الأحسن، والشيعي أيضا بقى على بيوت الطين ويشرب من الماء الآسن. نعم عنده حرية يمشي في 40 ومناسبة عاشوراء من البصرة إلى كربلاء، يوفروا له أكل على الطريق ويوفروا له جيش يحميه، لكن ما أخذوا الشيعة ما أخذوا فرصة تعليم أفضل، ولا بيوت أحسن، ولا فرص عمل أفضل، ولا مستشفيات أحسن. والسني نفس الشيء، ولذلك جاءت الانتخابات بنسبة 35%، وهذه نسبة
يعني مفزعة في الحقيقة. يعني 65% من اللي إلهم حق ينتخبون ذهبوا إلى بيوتهم لأنهم فقدوا الثقة بمن انتخبوهم. الآن وإحنا مقبلين على انتخابات 2014، أنا خائف من أن هذه النسبة 65% بدل ما تطلع تنتخب ناس أفضل راح تفضل تبقى ببيوتها وتترك المجال لنفس القادة، لنفس الفاشلين أن يعيدوا إنتاج نفسهم. إحنا أمام خطر من هذا النوع. 65% عزفوا عن التصويت في مجالس المحافظات، إذا بقت نفس النسبة ما تنتخب معناته اللي فشلوا راح يعيدوا إنتاج نفسهم، وهذه نتيجة مفزعة في الحقيقة. شوية يعطينا أمل أن الكتلة الشيعية التي انتخبت وصوت لها على أساس طائفي تفككت الآن، اللي هي الائتلاف الوطني، هو ائتلاف شيعي مش وطني، والكتلة السنية اللي اسمها التوافق الوطني أيضا تفككت، وهذا أيضا علامة صحة في الحقيقة، وهي مو توافق وطني هي توافق سني. نتوقع أن الانتخابات ستنتج، أو يفترض نتمنى أنه تعطي نتائج يتحالف بها السنة والشيعة على أساس وطني، على أساس المشروع الوطني، وليس على أساس التكتل الطائفي أو حماية الطوائف من غيرها، هذا الخوف المفتعل أو التخويف المفتعل. موضوع المساءلة والعدالة وتاريخيا هو اجتثاث البعث، هو أكبر خطيئة ارتكبناها بحق وحدة المجتمع العراقي. والدستور يعني أخطأ خطأ فادحا حتى في تحديد العبارات السليمة لمعالجة بقايا حزب حاكم. الدستور ينص على اجتثاث البعثيين واجتثاث الفكر. الفكر لا يجتث لأنه هو حالة معنوية لا تستطيع أن تجتث من أذهان الآخرين. والأشخاص أيضا بهذا العدد، بهذا الكم الكبير من البعثيين اللي النسبة العالية منهم أجبرت على أن تكون بعثية، ليس من العدالة أن تجتثهم من الحياة ومن المواقع ومن الوظائف. أنا في لجنة اجتثاث البعث طالما أردت تعديل هذه العبارة من اجتثاث الفكر البعثي وحزب البعث إلى اجتثاث آثار حكم حزب البعث. حزب البعث له آثار وخيمة على الاقتصاد، على السياسة، على الأخلاق، على المجتمع. يا حبذا لو أن التجربة الجديدة تصدت لاجتثاث الآثار السلبية لتجربة حكم حزب البعث وليس لاجتثاث البعثيين من الحياة. إحنا أني أول ما عدت للعراق كل البعثيين جاءوا زارونا وهم يعتذرون، وهم يقولوا إحنا أجبرنا بحكم الوظيفة، بحكم العيش، بحكم الدراسة، لم نكن نؤمن بصدام، أجبرنا على أن نكون أحياناً إما أن تزج بالسجن أو تكون بعثياً، ولذلك نحن أخوتكم ونحن معكم. ولكن التعسف في التعامل مع هؤلاء أجبرهم لأن يتكتلوا مرة أخرى ويبنوا حزب بعث مرة أخرى ويكونوا بالصف المعادي، وحتى بالصف الذي يقف إلى جانب داعش والقاعدة في كثير من الأحيان. سوء التعامل مع البعثيين أو بقايا النظام هو اللي جعلهم أعداء لهذه التجربة، لأنه أحياناً يحرموا من رزقهم، أحياناً أنت تحاربهم في قوتهم، لا يملك خيار إلا أن يتكتل. إذن هل هناك إرادة سياسية لتغيير هذا من خلال مناقشتكم هذه، أو هل هناك مناقشة حالية جارية على مستوى الأحزاب مثلا؟ هل تعتقد، أنا أتذكر لقد رأيت سياسية سيادة القانون يقول لقد فقدوا مقاعد في انتخابات المحافظات لأنهم لا
لم يتعاملوا مع هذا الملف، ملف المساءلة والعدالة، فهل هناك إرادة سياسية لتغيير هذا؟ هذا هو السؤال. تفكيري نعم، يعني حتى الذين كانوا متحمسين لتفعيل الاستثاث والمساءلة والعدالة وصلوا إلى نتيجة أنه 10 سنوات من العقاب تكفي، 10 سنوات من العقاب تكفي، خاصة وأنهم تلمسوا بأيديهم أن نتائج الاستثاث والتعسف في تفعيل هذا القانون كان مردها سلبيا على وحدة المجتمع العراقي. بالحقيقة سنعود الآن إلى اللجنة الخماسية، توقفت فترة وهي من زعماء كتل سياسية داخل مجلس النواب تناقش قوانين من ضمنها على رأس هذا القانون. لن نترك هذا القانون، سنحاول أن نصر على العمل على تعديله لأن نعتقد به إنصاف لعوائل المجتمع العراقي على الأقل. Before I get back to the audience, I have one question for you, Dr. Nadai. هناك سؤال مطروح على الدكتورة ندى. أنا أعرف أن حضرتك منظمة لمنظمة مستقبل المرأة لتمكين المرأة العراقية، ما هي آثار العنف على العملية على المرأة العراقية في النهاية، وقد يكون هذا حتى على الجانب السياسي؟ تاريخ العشر سنوات كان واضح أنه إحنا كافحنا كثير بهذه العشر سنوات حقيقة، والصراع بين القادة السياسيين ألقى بظلالة علينا إحنا كنساء سياسيات، لم يكن سهل. يعني كان أنا أتكلم كون عن مجموعة من النساء السياسيات وليس عني أنا، كافحنا بشدة منذ أيام كتابة الدستور أن تكون هناك تحفظ نسبة للتمثيل النساء لا تقل عن 25%، وهذا ما نجحنا به في الدستور العراقي. حقيقة كانت هناك أيضا يعني ترحيب من الجانب الأمريكي ومن الأمم المتحدة عن هذا الموضوع، لكن كان هو بمجموعة نساء عراقيات من عمل هذا الموضوع في البرلمانين في مجالس المحافظات أيضا في القوانين. أنا كنت في تشريع قوانين يعني من ضمن البرلمانين عن قوانين الانتخابات وهي جدا مهمة، وقد حافظنا على هذا الموضوع به، لكن يبقى لا يوجد، لم نستطيع تشكيل كتلة نسوية كبيرة داخل مجلس النواب بسبب التحزب. يعني تأثير الحزب على النائب المرأة النائب كان هناك تأثير، ولكن مجموعة من البرلمانيات في البرلمان السابق والحالي، نحن حوالي 20 برلمانية ترشحنا مرة ثانية وفزنا في الانتخابات بالقائمة المفتوحة، نعمل على كل قضايا النساء، دعمها على القوانين، نقدم يعني مقترحات قوانين، نحاول أن نجد يعني كل ما يخص المرأة، لكن الموضوع لم يكن سهل صدقوني. هناك صراع، جاءت الحكومة الأخيرة بدون تمثيل لأي، يعني اكتفوا بالتمثيل فقط داخل مجلس النواب. المرأة تترأس لجنة داخل مجلس النواب، موجودة الآن 88 امرأة من 325 عدد النواب، لكن ليش رفضت الكتل السياسية أن تكون هناك تستوزر امرأة بشكل غير نمطي؟ على فكرة نحن لا نسعى إلى وزارة مرأة، هناك وزارة مرأة بدون حقيبة، لكن نريد الشكل الغير نمطي للمرأة، هي كفوءة وتستطيع أن تعمل مثل ما يعمل الرجل. أعتقد أنه بعد الانتخابات القادمة ستكون هناك، يعني إحنا نعمل الآن بشدة أن لا نسمح للسياسيين الرجال أن يأخذون يشكلون حكومة وحدهم بدون هذه المرأة. في المرة السابقة اللي بسبب تأخر 8 أشهر اضطررنا على دخول قاعة مجلس النواب لصوت على الحكومة من أجل الشعب العراقي وأعطينا خطاب في هذا الموضوع، هذه المرة لا، سوف لن ندخل داخل مجلس قبة البرلمان إذا لا يكون هناك تمثيل كامل للمرأة لا يقل عن الربع في الحكومة القادمة. على مستوى المجتمع نعم، المرأة العراقية عانت من عنف شديد وهي المفصل الرئيسي الذي تضرر، أيضا وجهين بالضرر، عندما يقتل ابنها بالإرهاب يعني بالتفجيرات الإرهابية، أو الزوج هي تبقى ترعى عائلة وحدها وبصعوبة جدا تعيش في الظروف الحالية، وعندما يكون أحد أفراد عائلتها منتمي إلى هذه المجال أيضا يعني تعاني الكثير. وقد قد يعني عملنا على أن
يعني وافق رئيس الوزراء بأن إطلاق كل النساء من السجون بسبب هذا الاشتباكات اللي صارت في المجتمع. والمرأة العراقية عانت كثير منذ أيام الحصار، 13 سنة حصار ومن بعدها هذه العشر سنوات، لكن هي فاعلة، لها دور كبير، محترمة داخل المجتمع العراقي، وموجودة في كل مفاصل حاليا، في الدفاع، في الشرطة، في التعليم، في هناك عميدات جامعات، وما تزال الحركة النسوية ناهضة وواعدة. وانا يعني انا متفائلة جدا بدورنا بالعراق، وباحترام أقصينا من الحكومة صح، لكن هناك احترام لدورنا السياسي داخل قبة البرلمان من قبل الرجال السياسيين الذين يشاركون. هناك تحديات لا ننكرها، لكن لا أحد يستطيع أن يصل إلى هدفه بدون أن يضحي وبدون أن يعمل بجد. Mr. Shebander, do you have a comment on that? هل هناك تعليق لك؟ مع ربع المجتمع الذي نسويها نص. Okay. I saw a number of hands. Oh, now taking the order here in the middle, please, the microphone, and then I'll go to the back. هناك من يريد أن يطرح سؤال. شكرا إيهاب الهيتي مستقل. عندي بصراحة ثلاث أسئلة، اثنين من عندها الأستاذ عزت الشابندر والآخر ندى. أريد أعرف يعني فكركم أوجه التشابه بين ما يفعله الأسد بالشعب بزج الجيش في هاي المعركة ضد الإرهاب، وبين السيد المالكي وما يفعله مع أي منطقة بالعراق إن كان فيها إرهاب، وليش ما دعينا إلى جنيف للعراق مثل ما دعى إلى جنيف للسورية الحالة السورية. السؤال الثاني يعني تابعا لهذا السؤال، هل العراق مؤهل الظروف مؤهلة في العراق إلى ولادة دكتاتورية من نوع جديد؟ والسؤال الثالث، هل الجيش العراقي مؤهل حاليا، وهل درس التأهل مالته أنه ينزج بهيجي معركة مع ناس يعني عندهم يعني هاي خلينا نقول الفكر التكفيري والفكر فكر القتل؟ هل هو مؤهل ومن درس هذه؟ يعني هل السيد المالكي عنده من يستشيره وعنده ناس أكفاء يقولوا له هاي كفاءة الجيش وتقدر تزج بيه بهاي المعركة؟ شكرا. نعم، أعتقد المقارنة بين الأسد والمالكي غير واردة على الإطلاق. يعني الأسد استعمل جيشه وظروف سوريا والمعارضة في سوريا مختلفة تماما، النظام في سوريا يختلف عن النظام في العراق بالمطلق. المالكي لعن على منابر الاعتصام 14 شهر وانشتم وانسب، مضرب طلقة واحدة على ساحة الاعتصام. في فرق كبير في هذا الاتجاه. الأسد يستطيع أن يرصد كل أموال سوريا لتسليح جيشه، المالكي لا يستطيع أن يرصد 100,000 دولار بدون موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب. الأسد يستعمل كل السبل لتسليح الجيش من الخارج، المالكي يعاني 1,000 مرة كي يستورد هليكوبتر، يعارض في مجلس الوزراء ويعارض في مجلس النواب، وزير المالية يقول له عندنا فلوس وما عندنا فلوس، ما لا يوجد وجه للمقارنة إطلاقا. هل يوجد مستشارين يقولوا للمالكي أنت تستطيع أو لا تستطيع؟ في الحقيقة هو القائد العام للقوات المسلحة، مو بكيف الدستور قال له أنت في مجلس الوزراء أنت إداري، تدير مجلس الوزراء، ولا توجد لك صلاحية القرار من دون التصويت ضمن نظام معين في مجلس الوزراء، ولكن الدستور أعطاه الصلاحية بما يكفي لأن يكون قائدا عاما للقوات المسلحة العراقية. لا أقول أن هو مونتي جمري أو هو رجل فطحل في القيادة العسكرية، ولكن هذا هو الموجود الآن. وما يشاع ويذاع عن أن الجيش يقتل الناس غير صحيح، يعتقل الناس صحيح، أنا معك. يعني
حينما سقطت الدولة، ما هي المشكلة؟ الأمريكان أسقطوا صدام والحزب والنظام وغير مأسوف عليهم، ولكن سقطت الدولة أيضا ومؤسساتها، والعراق أجا يواجه تحديات وما عنده مؤسسة أمنية، لا يستطيع أن يواجه إرهاب غاشم منظم مدعوم إقليميا وعالميا بطريقة مثالية. إحنا ظلينا 2009 يختطفون ويفجرون ويسرقون ويعتقلون وتسجل الدعوة ضد مجهول، لا نعرف من يفعل ذلك، ولم تسجل الحكومة لصالحها أنه التقطت واحد من المرتكبين إطلاقا، لأنه ليس لديها خبرة. فبعد 2009 و2010 اشتغلوا بطريقة أخرى، ولكن نتيجتها كانت فعلا حتى يكمشوا 5 مرتكبين يعتقلوا 100، وسووا لنا مشكلة من نوع آخر هي معاداة مجتمع برمته وبكامله. فالمؤسسة الأمنية غير كفوءة في مواجهة تحدي كفوء جدا. يعني الإرهاب اليوم هو مدوخ أقوى دولة في العالم أمريكا، مدولة نظم متمرسة في العسكرة وفي الأمن وفي التحقيق، كيف العراق اللي هو ناشئ في هذا المجال؟ نعم. السؤال الثاني إلي ولا نفس السؤال. أنا لا أعتقد أن هناك تشابه بين العراق وسوريا بأي شكل، لا برئيس الحكومة ولا هناك برلمان من كتل سياسية هي تقف بشدة ترفض، يعني قوانين بسيطة ترفض، يعني مو على مستوى ترفض، لا يوجد هذا الشيء، يعني لا يوجد وجه مقارنة. هناك خلل في تدابير مكافحة الإرهاب، يعني تأذت الناس من هذا الموضوع، أكو خلل في تدابير مكافحة الإرهاب، قد يكونون غير مؤهلين. يعني استشهاد القائد محمد الكروي قبل الأحداث هذه، عندما استشهد وهو قائد محترم وصديق، إنه يعني راح هو يكافح الإرهاب واستشهد مع كبار الضباط، ما كان شيعي، كلهم كانوا من غير طائفة حقيقة، من الطائفة السنية كلهم. الإرهاب لا أحد يريد الإرهاب. أنا أريد يعني أذكر فد شيء، يعني يجوز لم يخطر على بال الجلسة بالنقاش، العراق به أسواق كبيرة، يعني الاقتصاد الحر في العراق هو المتضرر الأول، التاجر اللي عنده مطعم، اللي يعني إذا تذهب وتسأل، إذا هذه المجامع تقوت بشكل ما تبدأ تفرض الغرامات يعني بالتأديد على هذول أصحاب المصالح. أصحاب المصلحة لا يهمهم السياسي ورئيس الوزراء ومجلس النواب، هؤلاء أصحاب مصلحة يريدون أن يجدون أرضية مستقرة حتى تمشي مصلحته، يعني إن كان عنده مطعم وإن كان عنده بزنس وإن كان هو تاجر وإن كان مستورد لمواد غذائية أو يعني أي شيء، معاناة حقيقية. لكن إحنا نطالب أن لا يكون يعني الجيش موجود لحماية الناس، وأيضا على الجيش أن يحمي نفسه، لأن أعداد كبيرة من خيرة الضباط ذهبوا بهذه العمليات الكبيرة. لكن هناك مناطق للقاعدة على الحدود، في وادي حوران، في مناطق كثيرة في الجزيرة، جنوب الموصل، واجبات الجيش هناك كبيرة أنا أعتقد، وأعطوا تضحيات كبيرة أيضا في هذا الجانب، لكن ليس داخل المدن. التجربة أثبتت أنه داخل المدن يحميها الشرطة المحليون، الشيوخ العشائر إذا كانوا في الأنبار، وفي بغداد الأهالي. أنا كنت في المنظمة أجمع الجيش في المنطقة والأهالي، ونسوي جلسة مشتركة حتى يشعرون أنه الجيش معهم والأهالي، يعني الجيش ما يشعر، الأهالي يحسون بهذه الإحساس أنهم مع بعض، يواجهون شيء واحد مع بعض. وهذا أنا أعتقد المفروض يصير على كل المناطق، لأن يلعب دور كبير بأن يكون يعني دور المسؤول الأمني أو الجندي أو الضابط هو لحماية الشارع والناس. وهذا قد يعني هذه المرحلة علينا أن نكون بهذا الإطار وليس بإطار آخر.
الجيش هو لحماية حدود العراق، حماية المدن، وليس للدخول باشتباكات داخلية أو أي شيء من هذا النوع. الأنبار بالذات لها تاريخ واضح ولها تجربة كبيرة. عشائر الأنبار هم من كافحوا الإرهاب باعتراف الجميع، باعتراف القادة الأمريكان اللي كانوا بالمنطقة، وهم من نجحوا وحتى في داخل بغداد من عندما تشكلت الصحوات وتعاونت مع الأهالي هم من كافحوا الإرهاب. There was a question in the back. هناك سؤال في الشخص في الخلف. رئيس الاتحاد العراقي للسلام في الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ شاه بندر، حقيقة أنت من السياسيين البارزين، هل في الانتخابات القادمة ستشهد تغيير في الكتل السياسية، وهل سيظهر أو ستظهر القوة الليبرالية العلمانية بين قوسين نقدر نقول عليها المدنية بين أوساط السياسيين اللي هم مرشحين أنفسهم بالانتخابات القادمة، ويكون ننمي وننهض بالعراق عراق متنوع بجميع ما يملك من أفكار؟ وأيضا عدي بس مداخلة أستاذنا العزيز. شكرا. And the person next to you, yes. بالطبع أريد بس مداخلة بسيطة على دور المرأة العراقية. تحدثت الدكتورة ندى الجبوري عن النساء العراقيات. كنت أتمنى وتتمنى كل امرأة عراقية تكون في هذه الانتخابات تكون قائمة للمرأة العراقية. هذه النساء اللي عندنا نساء بطلات يعني في جميع المجالات مثل ما تحدثت، لكن كان المفروض تكون قائمة خاصة للمرأة العراقية. وأيضا تحدث السيد عزت الشابندر أن المرأة نصف المجتمع، نصف المجتمع. أنا أقول أن المرأة نصف المعادلة. سؤالي الآن، هذه مداخلة، سؤالي الآن إذا نشاهد الأعداد الكبيرة من الكتل السياسية وأيضا الكتل الصغيرة اللي مشاركة بالانتخابات، شاهدنا أيضا كتل كبيرة بدأت تتفرق وتظهر منها مثل ما شاهدنا الآن السيد عزت الشابندر أنه هو انفصل عن دولة القانون ودخل في قائمة موحدة. هذه القائمة تضم عدد من الشخصيات العراقية المهنية العلمانية، وأيضا الدكتور صالح المطلق اللي انفصل عن العراقية ودخل الآن في كتلة منفصلة بوحده. هذه الكتل الكبيرة اللي شاهدها المواطن العراقي، هذا المواطن البسيط، أريد نعرف وين راح يصلون بهم. هل راح يتوحدون بعد الانتخابات وهذا إلي وهذا إلك وأنت سني وأنت شيعي وأنت كردي، أم راح نتخلى من هذه الطائفية المقيتة اللي قادتنا بها الكتل السياسية الكبيرة، وبالبرلمان يكون هدف السياسي هو المواطن العراقي، هذا المواطن اللي ضحى بأمنه وخبزه ومستقبله من أجل الوطن. أتمنى وأتوقع أن الخارطة أو النتائج الجديدة للانتخابات هذه ستكون مختلفة، لأنه العلامة الأولى كانت هي تفكك الكتل الطائفية، هذه علامة صحة مهمة جدا، وهناك جهد كبير لاستنهاض 65% اللي رفضوا يصوتوا لهؤلاء الفاشلين على مدى دورتين. أكو جهد لاستنهاضهم أن يصوتوا للناس الأفضل، وسنرفع شعار مهم للناس ونقول لهم كيفما تكونوا يولى عليكم، أنتم منو تنتخبون؟ تنتخبون الصالحين، سيكون الصالحين هم الحاكمين. العكس صحيح أيضا. أكو خطورة شوية إجت على الانتخابات الحالية. سئل الأستاذ دكتور صالح المطلق عن المال الخارجي قد كان له دور في الانتخابات. انخفض المال الخارجي، ولكن للأسف برز محل مال حرام، مال السرقات. يعني الوزارات لمدة دورتين حكم تمرست بالسرقة وشكلت كتل مالية كبيرة راح تصرفها في الانتخابات. هاي راح تلعب دور سلبي جدا، ولذلك يعني الكتل الخيرة لا تستطيع مواجهة هذا المال.
بالمال أيضا، ولكن أسسنا ورفعنا شعار نقول للناس فيه خذ منهم ولكن صوت لغيرهم. لا نستطيع أن نقول للناس لا تأخذ منهم، خاصة إذا كانت المكافآت من النوع المغري، لكن دن تقف الناس ونقول له هذا اللي يشتري صوتك بفلوس هو يحتقرك في الحقيقة، ولذلك مو مطلوب من عندك أن تكون وفي معه، خذ منه لكن صوت لغيره. Do you have a comment? I'll take the last two questions. بالنسبة بس أرد أعلق إنه شكل القانون الانتخابات لا يدعم الكتل الكبيرة، القانون اللي مر الحالي، وإنما الكتل المتوسطة الحجم. لذلك الكتل الكبيرة يعني أنت الكتلة لما تتشكل تأخذ شكل قانون الانتخابات في تلك السنة. قانون تغير وعندنا قانون جديد لا يخدم الكتل الكبيرة، يخدم الكتل المتوسطة، وهناك حوار مستمر ترى مع كل الكتل السياسية، يعني لا يوجد عداء بدخول هذه القوائم لا أبدا. بالنسبة للقائمة النسوية اللي شرتي إلها، بالحقيقة هي يعني مو شيء للبروباغندا الإعلامية، نحن نحتاج إلى أن تكون هناك امرأة تفوز خارج يعني وحدها خارج القوائم، وهذا صعب يعني مو مستحيل لكن صعب بالوقت الحاضر، أو أن تترأس القائمة، يعني أن يكون هناك قائمة مسجلة باسم امرأة أيضا في الوقت الحاضر صعب. فإحنا قرينا الساحة حقيقة، لما يكون بصعوبة ونحن نستطيع أن نحقق نفسنا ووجودنا بأن يكون تسلسلنا الرابع والثامن داخل قوائم سياسية لها تاريخ بالعمل السياسي، أنا أعتقد أنه يعني لا ضير بهذا الموضوع. أما قائمة فقط نساء من الناحية العملية لا تخدم في الوقت الحاضر، والقوائم هنا هي ليست يعني في أوروبا في الدول التي هناك حقوق كاملة للمرأة لا تأتي القوائم على شكل نساء، بل حتى لا توجد كوتا، وإنما النساء السياسيات من لها انترست بالعمل السياسي تذهب وتشترك بحزب سياسي وتأخذ دورها. وأنا أعتقد أنه إحنا بدأنا نأخذ دورنا بالعمل السياسي وهو المطلوب. Thank you. Question here and then here and then. سؤالي متوجه إلى أستاذ شهبندر. أستاذ شهبندر، أنت أشرت إلى أنه كان هناك خطأ كبير في قضية المساءلة والعدالة، قانون المساءلة، في تطبيق قانون المساءلة والعدالة. أود أن أعرف هل كانت مسألة النائب السني للرئيس العراقي طارق الهاشمي جزءا من هذا الخطأ الكبير أم لا؟ شكرا. عبد الرحمن الجبوري، أنا عندي أربع صور مؤلمة للدولة العراقية ل 11 سنة الماضية. الصورة الأولى كهرباء السيستاني، الصورة الثانية صخرة عبعوب، الصورة الثالثة بطولات أحمد المالكي، والصورة الرابعة محمود المشهداني رئيس البرلمان. سؤالي، لو أتيحت الفرصة لعزت الشابندر أو دكتورة ندى أن تكون رئيسة الوزراء، أي دولة تبني وكيف تبنيها؟ الموضوع الأول، السؤال حضرتك إذا ممكن يعاد السؤال بمختصر بس يذكرني. المساءلة والعدالة هي خطيئة في النظرية وفي التطبيق. يعني النص الدستوري للاجتثاث البعث كان خطأ كما قلت، هو يريد أن يشتت البعثيين كأجساد يشيلهم من الوجود ويشتت الفكر، وهذا غير ممكن. وفي التطبيق أيضا كان في خطأ، كان هناك الكثير من البعثيين المجرمين حقيقة يتجاوزهم الاجتثاث، لأن هو بدرجة نصير متقدم بس نصير، ولكن هناك الكثير من البعثيين اللي بمواقع عليا في الحزب، عضو فرع، عضو فرقة، عضو شعبة، هو من أفضل الناس شرفاً ووطنية، بس منح هذا الرتبة الحزبية بحكم الوظيفة وبحكم الدرجة العلمية، هذا اشتث. حتى لن سؤالك كثير مهم،
الاجتثاث اللي فعله بالاتجاه الخاطئ ترى مو بس الشيعة، الحزب الإسلامي اللي هو سني وتعرف الأخوتنا ذا كان من أشد المتحمسين لأن يولد هذا القانون ويفعل وبقسوة كاملة. فهو ليس شيعيا انتقاميا، ولكن هو كان خطيئة سياسية اقترفها الجميع. صخرة عبعوب وكهرباء مو سيستاني شهرستاني اي نعم بصير رئيس وزراء شو تسوي انت اذا صرت رئيس وزراء؟ أنا ما افكر ولا احلم اصير رئيس وزراء ولا اعمل على ذلك على الاطلاق، ولكن اقول نحن نحتاج الى رئيس وزراء تسامحي وتصالحي، نحن نحتاج ان يتصالح هذا المجتمع مع نفسه، نحتاج إلى رجل قادر على صناعة السلام والثقة بين الناس، رجل الأزمات لا نحتاجه إطلاقا بكل صراحة. ويجب أن يجتمع السنة والشيعة في المرحلة القادمة لاختيار رئيس وزراء قادر على أن يعطي سلاما للناس، يعطيهم ثقة، مو يختلق الأزمة من لا شيء أو يطيل في أمد الأزمة وعمرها ويعيش عليها. نتمنى ذلك العراق، والعراق يستحق ذلك. أنا مطمئنة جداً أنه ما أصير رئيسة وزراء لكوني امرأة، فمرتاحة ما أفكر بهذا الموضوع، يعني not in 100 year ما رح أصير امرأة. لكن لو كنت رئيسة وزراء سأعمل دولة مدنية، كل من يأخذ طائفته إلى بيته يروح بي، وأركز على بناء الدولة المدنية. أبدأ إذا أنا بالعراق أبدأ من اليوم بنظام مكافحة الإرهاب كبير جدا، يعني نظام بوليس لمكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد في آن واحد. سأكافح الفساد، الفساد هو من جاء بالإرهاب، الفساد هو من جاب لك صخرة عبعوب وماكو كهرباء وطفر اتز انت لا تقوله، الفساد اللي استشرى ونخر مؤسسات الدولة. فسأسعى إلى بناء دولة مدنية وأكافح الفساد بشدة. I still see a couple of hands up, but I see also the sign of the long afternoon kicking in. So here. سأعطي الفرصة لضيوفنا لإعطاء الملاحظات الختامية، وبعدها يمكن أن تنزلوا قرب المسرح وتتحدثوا مباشرة. أريد أن أرى إذا عندكم ملاحظات ختامية تريدون مشاطرتنا إياها، أو نصيحة لما له أو علاقة أو يخص الدولة البرلمانية القادمة والانتخابات القادمة. ونحاول نوصل صوتنا من خلالكم. حقيقة الأمر كل المشكلات اللي تعرضنا لها في السياسة وفي الخدمة ونقص الخدمة ومشاكل وفي الأمن حتى تعد ثانوية أمام معركة حقيقية قادمة، هي معركة العراق مع الإرهاب. وما نتمناه على أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية أن يقفوا إلى جانب العراق. العراق سيخوض المعركة هذه نيابة عن الجميع، خذوها واحدة حقيقة، العراق سيخوض المعركة مع الإرهاب نيابة عن الجميع، ولذلك على الجميع أن يقفوا معه. هذه بعض الكلام الذي يسمعه الأمريكيون من قادة عراقيين ويحذرون الولايات المتحدة الأمريكية من تزويد العراق بما يكفي من الأسلحة لمواجهة الإرهاب، ولعل هذا السلاح يستخدم سياسيا، أتمنى أن لا يستمعوا إلى ذلك، لأنه هذه معركة وطنية، ولا يوجد أي مبرر ولا أي قانون ولا أي مسوغ يجعل من القائد العام للقوات المسلحة أن يستعمل هذا السلاح ضد شعبه، ولم يسبق له أن استعمله ضد شعبه، ولو حاول أن يقترف ذلك سيسقط حقيقة، هو سيحكم على نفسه بالسقوط. يجب أن نتوحد في هذه المعركة المصيرية، نؤجل كل خلافاتنا. أضرب مثل رائع
بعد الأخ صالح المطلق الأستاذ أحمد أبريشة، الشيخ أحمد أبريشة. كلنا شفنا أحمد أبريشة هو زعيم ساحات الاعتصام وزعيم منصات الاعتصام، لكن ليش؟ لمطالب وطنية مشروعة لأبناء منطقته. ولكن حينما طغى الإرهاب وأصبح هؤلاء أصحاب المطالب المشروعة رهائن عند دولة العراق الإسلامية وعند القاعدة، تخلى وأجل مطالبه واعتبرها ثانوية أمام المعركة الحقيقية والمعركة المصيرية، وهو الآن في الأنبار يقود المعركة ضد الإرهاب. هذا الموقف قدوة للساسة العراقيين، قدوة. لا يجعلوا من صراعاتهم مع المالكي وغير المالكي سبب في أن يتخلوا عن معركة المصير القادمة، وأنا أقول قادمة بإذن الله. أدي أعلق شيء صغير على موقف العراق من المسألة السورية. من الظلم أن يتهم العراق أنه هو واقف إلى جانب النظام في سوريا، هذا مو واقعي. وأعتقد أن العراق الجديد عانى من النظام الحالي في سوريا ما لم يعانيه من أي نظام آخر. وهؤلاء الإرهابيون الذين الآن يعبثون في سوريا هم تدربوا في سوريا وكان الهدف هو العراق واستقرار العراق، طبعا تحت حجة مقاومة المحتل. ولكن هذا الإرهابي حينما يدرب ويدعم بالأسلحة ويذهب إلى العراق لا يوجد كنترول، هو سوف من يقاتل، يقاتل الأمريكيين أو يقاتل الشعب العراقي، والصحيح هو قاتل العراق والشعب العراقي والنظام في العراق. ولكن هناك رؤية للعراق في المسألة السورية، وخلاصة هذه الرؤية أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا، لا بتدخل دولي ولا بتسليح المعارضة. والله قلنا حينما العراق لم يصوت تحفظ على قرار الجامعة العربية بتسليح المعارضة السورية، قالوا ليش ما صوتوا؟ قلنا لهم لنفترض صلحنا المعارضة وصارت تكافئ الجيش السوري في العدة وفي العدة والعدد، ماذا تتوقعون النتائج بين ديكين بنفس القوة؟ سيقتل بعضهم بعضا ولا يستطيع أن يحقق أحدهم انتصار على الآخر، سينهون سوريا والآن أنهوا سوريا أو يكادون. الحل الذي يراه العراق وكان يرونه الآخرون بعيدا جدا، ونحن نستطيع، العراق لحد الآن يستطيع أن يتدخل بالمسألة السورية إذا الموقف الدولي والإقليمي ساعده. العراق يستطيع أن يتدخل أكثر من إيران وروسيا، صدقا خذوها مني. العراق يستطيع أن يقنع بشار الأسد على أن يخوض انتخابات بإشراف دولي بالمطلق ويشارك بالحكم القادم على قدر ما يؤتيه من نتائج. يعني نحتاج إلى طائف أخرى، كما أن اللبنانيين قتلوا بعضا ودمروا بعضا، ولكن بالنهاية ما استطاعوا أن يقصوا أحد من هذه المعادلة. الآن في طرفين دي يتقاتلوا أو ثلاث أطراف في المعادلة السورية. ما ممكن المستقبل نستطيع من الآن نشترط على المستقبل أن نستثني طرف، لا يمكن. سوف لن يقبل بشار الأسد أن يشترط عليه من الآن أن المستقبل أنت ما موجود، ولن يستطيع بشار الأسد أيضا أن يشترط أن المستقبل هاي المعارضة ما موجودة فيه، مستحيل. ولذلك الحل الوحيد هو انتخابات حرة بإشراف دولي، وليأتي بشار الأسد على قدر ما يؤتيه. يعني جنبلاط كان في الحرب الأهلية بطل، لكن الآن عنده ثلاث نواب وهو شريك في الحكم وشريك بالمعادلة، وكذلك الكتائب وكذلك أمل وكذلك غيره وغيره. الحل الوحيد الذي يستطيع العراق أن يسويه ويفرض بقناعة على بشار الأسد، وأنا مطمئن لهذا الذي أقوله، أنه الرجل مستعد أن يخوض انتخابات حقيقية بإشراف دولي، ليس الحكومة السورية دخل في تقنينها أو توجيهها، ويأخذ حقه مما يأخذه من الناس. شكرا. شكرا جزيلا لكل الحضور ولسعة صدركم لسماعنا. حقيقة أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تلعب دور
في القادم ضمن شيء جدا مهم وهي انتخابات العراق القادمة، اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعناها مع الولايات المتحدة الأمريكية تنص على دعم الديمقراطية. سنطلب أن تكون يعني الخبرة الاستشارة في أن المراقبة للمؤسسات في الانتخابات القادمة لأنها مهمة في أطر أخرى تخص بناء المؤسسات العراقية. أنا أعتقد جدا مهم أن نبني مؤسسات لمكافحة الفساد، نقل التجربة الأمريكية لمكافحة الفساد، أخذ الخبرة لمكافحة الإرهاب. يعني نعم السلاح واضح، يعني يسلح الجيش واضح، السلاح ليس به خلاف أن هناك دول تزود دول بأسلحة مقابل المال، لكن ما ينقصنا هو الكثير حول مؤسسات رصينة تعمل بكل هذه الاتجاهات، مكافحة الفساد، مكافحة الإرهاب، انتخابات تحت شفافية عالية، تحفيز الناس على الاشتراك بالانتخابات. الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات كثيرة تستطيع أن تعطي النصح والاستشارة في هذا المجال. أنا أعتقد أنه اليوم الوقفة مع العراق مهمة أن يخرج من هذه المعاناة الكبيرة. أكيد أنا أعلق أيضا نحن مع الحل السلمي في سوريا، ووقفنا بأكثر من خطاب سياسي بهذا الاتجاه أن تكون هناك انتخابات في سوريا ومع الحل السياسي وليس العسكري، لكن في نفس الوقت نريد في نفس الوقت عندما نتكلم بهذا الاتجاه نريد إلغاء ما تبقى من قانون المساءلة والعدالة وأن تكون هناك عفو كبير، أمنستي كبير في البلاد مع كل الأطراف ولمن شرائح الناس اللي عانت تحت مسمى الإرهاب في مناطق كبيرة، مناطق محترمة من العراق. شكرا لكم. Well, thank you, Mr. Shabander. Thank you, Dr. شكرا يا ضيوفنا الأعزاء من العراق، ونشكر السادة الحضور. السيدات والسادة، أحب أن أشكر جميع من شارك في هذه المناقشة والذي طرح هذه الأسئلة، وأذكر دولة نائب رئيس وكيل نائب رئيس الوزراء معذرة، وأيضا أشكر أيضا أعضاء مجلس النواب السيد عزت الشبندر والسيد ندى الجبوري، ونشكر المترجمين، وشكرا جزيلا.